حلب حي الميسر. معنا احد المواطنين سوف يشرح لنا عن وضع البلد وعن الامان في البلد. تفضل. الامان المناطق اللي موجود فيها الجيش الحربي امان، بس هالصواريخ اللي عمال بتجينا اسكوت ما في امان، هالطيران اللي عمال بقصفنا ما في امان، هالزباله اللي هون اللي كل شاطئ يشيلوها مره عم بتساوي امراض، كهرباء ما عمال بتيجي في الشهر ساعتين ثلاثه، مي في الاسبوع ساعه او ساعتين. الحمد لله يعني اماكن الموجود فيها النظام في قناصين، عندنا هون الحمد لله ما في قناصين، اماكن فيها جيش حر ما في قناصين الحمد لله رب العالمين، بس هالصواريخ اسكوت والطيران عمال بخلينا ما لنا بامان نهائيا. ايش بتقول للعالم؟ بقول للعالم انه يوقفوا معنا، يوقفوا مع هالاطفال، يوقفوا مع هالمسلمين، نحن بشر منا حيوانات. والله خلصنا من هالظالم.